بص بصه سريعه على الدوري، ايه اللي حصل فيه في الجوله الاولى؟ انا يمكن الحلقه اللي فاتت او الحلقه الاخيره من السادسه كنت ابتديت وانا بتكلم على الدوري على قصه التصوير، على قصه الكواليتي بتاعت الصوره، واشدت الحقيقه انه قلت في احساس انه في فارق، في تطور عن الصوره اللي شفناها، شوف باكج الجرافيكس. قلت بس ان في ملاحظه صغيره جدا هي مسار حديث عند ناس كتير، يعني حتى واحنا بنتفرج على الماتشات مع بعض هنا في بنتابعها في المحطه او حتى مع الناس بره او حتى على السوشيال ميديا، الناس كلها علقت على فكره الجرافيكس بتاعه النتيجه، الجرافيكس بتاعه اللي هي فيها لوجو الدوري وفيها نتيجه المباراه وفيها اسماء ولوجوهات الناديين اللي بيواجهوا بعض في المباراه. وناس كتير الحقيقه مش فاهمه ايه الحكمه من وراء فكره الاختصارات وانها تظهر باللغه الانجليزيه، لانه ده صعب جدا جدا، يعني ما لم تكن انت على علم من طبيعه الفريق مثلا بالتيشيرت، اذا كنت انت عارف التيشيرت مثلا في فرق مميزه، انا اقدر اعرف تيشيرت المقاولين، اعرف الكيت بتاعت الاسماعيلي، اعرف الفانيلا بتاعت النادي الاهلي، اعرف الفانيلا بتاعت نادي الزمالك، لكن ما عدا ذلك ممكن اتلخبط جدا بين المصري والاتحاد مثلا، ممكن فرق كتير البنك الاهلي الى حد ما يعني برضو ممكن يكون لون مميز، لكن في فرق كتير جدا الوانها قريبه من بعض ومتشابهه، وبالتالي انا الناس تقريبا معظمها مش فاهم مين بيلعب مين. فارجو ان احنا مش عيب ابدا ان احنا نحاول نجتهد، بس الامور ما تنجحش مش عيب ابدا ان احنا نصلح ده بشكل من الاشكال، لانه معظم الابريفيشن او الاختصارات دي للاسف غلط، يعني لما تيجي تترجمها او تعرف المرادف ليها باللغه الانجليزيه هتلاقيه بعيد تماما عن الاختصار اللي مكتوب، بالاضافه لانه الناس مش عارفه اساسا الاسماء بالانجليزي، فبالتالي مش قادره تعرف او مش قادره تتابع مين الفرقتين اللي بيلعبوا في ارض الملعب. ما عدا ذلك طبعا الجمهور علامه فارقه، حتى وان كان في زياده انا شخصيا ما حسيتش بالزياده دي، يعني لو كنا بنتكلم السنه اللي فاتت على انه 3000 والسنه دي بقوا 5000، فخلينا نتفق انه الامر محصل بعض. طبعا يحسب لرابطه الانديه انها زودت الاعداد، يمكن لما نشوف ماتشات جايه يبقى فيها 5 قصاد 5، ولو ان دي هتبقى من نوادر في الدوري المصري، يعني هتبقى الاستثناء مش القاعده، القاعده انه دايما هيبقى في مدرجات فاضيه، دايما هيبقى في مدرجات فاضيه. قيس عدد ال 18 نادي وشوف منهم من ال 18 دول كام نادي عنده جماهير ممكن تملى فراغ ال 5000، تعرف انه اغلب الماتشات في جميع الاحوال هتكون فاضيه. واتمنى ان شاء الله، اتمنى انه مع بدايه الدور الثاني نراجع نفسنا في موضوع على فكره واحنا بنتفرج، انا اسف على الاطاله، لكن الموضوع ده يمكن ليه علاقه بشكل كبير جدا بنجاح البطوله. بنتكلم في التحكيم، كنا بنتكلم في كواليتي صوره، كنا بنتكلم في زوايا تصوير، بنتكلم في فار، بنتكلم في حاجات كتيره جدا، بنتكلم في لوائح، وبنتكلم في اجنده مسابقات، كل الحاجات دي صحيح مطلوبة جدا تطويرها عشان تقدر تاخد المسابقة وتروح لبعيد، لكن الأهم من ده الحقيقة واللي بيدي روح حقيقي حقيقي لبطولة الدوري هو الجماهير اللي موجودة في المدرجات، في ملايين بتتابع في البيوت وفي كل مكان، لكن الأهم هو تواجد الجماهير في المدرجات. واللحظة الكلام ده يعني أتمنى إنه الناس تفكر فيه، بس في اللحظة اللي هنفكر فيها إن إحنا نفتح ابواب مدرجاتنا مش بس الجمهور الكوره، مش بس الجمهور الكوره، بص في ملاعب العالم كله هتلاقي الجمهور ده عباره عن اسره رايحه تقضي فسحه تستمتع فيها وتشجع فيها النادي اللي هي بتحبه. تجربه من اولها لاخرها، من اول ما بتخش ملعب المباراه لغايه لما بتطلع منه، هي تجربه مفترض انها تكون مصدر للسعاده. ولاد صغيرين، ناس كبيره، رجاله وستات، أسرة كاملة رايحة مع بعضها. فقصة أنك أنت تفتح المدرجات مش بس الجماهير الكرة، أعتقد في اليوم اللي هنفكر فيه يعني في عودة الجماهير مرة تانية بالطريقة دي، أعتقد أن إحنا جماهير كرة مهمة، ده مش تقليل منها، بالتأكيد مهمة جدا، لكن المدرجات مش بس جماهير كرة، المدرجات زيها زي كل أوامر يعني الأمور المرتبطة بالترفيه في البلد في المجتمع، زيها زي السينما، زيها زي المسرح، زيها زي أي حاجة بترفه عن المجتمع ككل. وبالتالي مش بس هنفتح الأبواب للشباب الصغير، الشباب المتحمس، الشباب اللي رايح يشجع
من اول صفاره الحكم في بدايه المباراه لغايه نهايتها، لا هو القصه اكبر من كده بكتير. ولو فكرنا بالمنظور ده بيتهيألي ممكن جدا جدا نفتح ابواب المدرجات على مصراعيها.